حدثت القصه بعد زمان عيسى عليه السلام وقبل بعثه النبي محمد صلى الله عليه وسلم بوقت قليل حيث كان ملك سبأ يجلس في شرفه قصره مهموما سيد الملك عيدوس العاصفه الرمليه تشتد اليس من الصواب ان تدخل الى قاعه العرش المغلقه لكم احس بالكآبه يا ارنوس ما الذي يشعرك بالكابه يا مولاي الامطار تسقط على الجبال من حولنا وتنحدر الينا سيولا ثم تضيع في الصحراء العطشه الا ترتوي تلك الصحراء ابدا يجب ان نجد طريقه لمنع السيول من الضياع كل عام في الصحراء لماذا لا يفكر مولاي في الخروج لرحله صيد قد تزيل عنك بعض الكابه لا مانع اعد المؤن للسفر غدا اقترح يا مولاي ان نعود الى القصر ولكننا لم نصد شيئا بعد المؤن التي معنا يا مولاي تكفينا بالكاد في طريق العوده ولماذا لم تتجهز وتحضر المزيد من الطعام والشراب احضرت يا مولاي ولكننا نسافر الان منذ عشره ايام هل تريد الصحراء ان تتحداني يجب ان اجد طريقه لقهرها اريد ان امحو ذلك اللون الاصفر الكريه كما تحب يا مولاي اريد مقابله كبير المهندسين فور عودتي من الرحله انظر معي يا مولاي لا افهم شيئا يا كبير المهندسين من رسومك وحساباتك المعقده الامر في غايه البساطه سنبني سدا يحجز الماء في الاوديه عند هطول الامطار فنستخدمه طوال العام عظيم المهم ان تنجز بناء السد بسرعه معذره يا مولاي هذا مستحيل ماذا؟ أتعصي أوامري؟ بل أخبرك بالحقيقة العلمية، هذا البناء سيستغرق عشرات الأعوام. عشرات الأعوام؟ وربما المئات. لن نكون في الغالب من أهل الدنيا حينما ينتهي البناء. وما الفائدة إذا؟ الفائدة ستعم على أحفادنا وأحفاد أحفادنا. سيكون اللون الأخضر هو المسيطر على تلك الأرض. موافق. ابدأ في العمل فورا. ومرت بالفعل مئات السنين تغيرت فيها الدنيا ورحل الملك الطيب صاحب فكره بناء سد مارب وجاء غيره لينعم بخيرات السد انظر الى ثمره عملنا غدا يزيد ثراء الملك مزيقاء بينما نزداد نحن جوعا وفقرا لا تنطق بكلمه مزيقاء هذه والا دخلنا السجن الكل يعرف ان الملك يمزق في كل يوم ثوبين من الحرير لكي لا يلبسهما غيره كيف حالك يا عثمان يا صاحبي في الحقيقه اشعر بملل قاتل لماذا لا تجرب السفر اسافر الى اين الارض كلها من حولنا مليئه بالحدائق واشجار الفاكهه الناضجه معك حق شيء يبعث على السؤم ما دمتما تشعران بالملل والفراغ عودا الى العمل اي عمل يا سيد عارف الزراعه هل نسيتما انا اعمل الان في صنع السلاح عندي سيوف من الذهب الخالص ومطعمه بالاحجار الكريمه وانت يا زهران اظافري لم تعد تحتمل العمل الشاق ثم انني مشغول بصنع النبيذ الطلب يتزايد كل يوم على الخمور المعتقه اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا ذهب الرجل الاقرع وطلب منه ان يقص شعره <applause> <applause> اضحك الله سنك يا سمو الامير مزحه مبتكره <تصفيق> <تصفيق> لا استطيع ان امنع نفسي من الضحك <applause> اقدم لك يا ابي اصدقائي الجدد عثمان تاجر سلاح عظيم سنعتمد عليك في ان تمد الجيش بما يلزمه من دروع وسيوف وما الى ذلك هذا شرف عظيم يا مولاي اما زهران فهو افضل من يصنع الخمور المعتقه اذا نسجنه هنا في القصر ليعد لنا ما يلزمنا خادمك المطيع ورهن اشارتك يا مولاي لماذا انت شارد يا كبير المهندسين وما الذي يشغلك يشغلني يا مولاي هذا التغيير الذي وقع في المدينه من حقك ان تفتخر به انت الذي اتممت بناء السد ليتني ما اتممته وليتني لم اكن مهندسا لماذا ايها الحكيم كنت احسب انك تفخر بالسد كان السد نعمه لكنه كان نعمه تحمل في طياتها الف شر مدجج بالسلاح أفصح أيها الحكيم، لا نفهم كلامك. لقد أنستنا نعمة السد حقيقة المنعم، إن الناس يعرفون أن عطاء النعمة الإلهية حصن لا يسقط أبدا، ولكنهم يجهلون أن حراسة هذا الحصن لا تكون إلا بشكر الله. هل انتهيت من خطاب الوعظ؟ أكنت تريد أن نظل فقراء؟ ليتنا بقينا فقراء صابرين. هذا أفضل كثيرا من الأغنياء الجاحدين. هذا كثير. لقد نسينا كيف نشكر الله. لقد صدق علينا إبليس ظنه وأنسانا الشكر. أنت تبالغ يا كبير المهندسين. اشرب كأسك ودعك من هواجسك. أما عن أصحابنا في مأرب فقد جادت الأرض وزاد الخير وفاض على كل أهلها. ومن العجيب أنه حين تغيرت طبيعة الأرض إلى الأخضر تغيرت نفوس الناس إلى الأسوأ. أين الثوب الجديد الذي سأدخل به إلى بيت الخلاء؟ ها هو تفضل وستجد هناك الثوب الثالث الذي ستحضر به مجلس الحكم. أين ابننا مالك؟ يوزع الهدايا على كبار المسؤولين وسادة القوم في حديقة القصر. يا له من أحمق، المفروض أن يتلقى الهدايا في يوم ميلاده. انها فكرتي انا حتى يزيد حب الناس له ويتهياوا لقبوله حاكما بعد عمر طويل <applause> اخشى ان يحبه الناس اكثر مني <applause> وماذا في ذلك انه ابنك المقرب وخليفتك وكل الاباء يريدون لاولادهم مستقبلا افضل أيتها الحمقاء إنه مجرد فأر صغير وليس أسدا سيفترسون بل إنه أخطر من الأسد إذا عاشت تلك الفئران بيننا فستلد وتتحول إلى جيش من القوارض يقضي على زراعتنا وينقل الأمراض إلينا جميلة ابنة الوزير بيننا أرجوك يا سيدتي أن تبلغي والدك المحترم بهذا الخطر قبل ان يتفاقم ويتحول الى كارثه سافعل بكل تاكيد لا ادري من اين اتت هذه الفئران الضاره انه عقاب الرب على الشر والفساد ان وجود الفئران في سبا قد اصبح مشكله كبيره تهدد مستقبل البلاد وثرواتها لماذا لم تخبرني بمشكله الفئران في حينها يا وزير رايت الامر اتفه من ان يعكر صفو مجلسكم يا مولاي عندي حل يا مولاي. تحدث يا كبير تجار السلاح. اقترح ان ننشر السم الزعاف في كل اراضي سبأ، فنقضي على الفئران قضاء مبرما. ولكننا سنقضي على المحصول ايضا، وسيموت كل من ياكل منه. نمنع الناس من الاكل في هذا العام، وعندنا في الخزائن فاكهه وغلال تكفي ساده القوم لعام كامل. ما رايكم في الاقتراح؟ أرفضه يا مولاي، ستتأثر الأرض بالسموم لفترة طويلة، كما أن الثمار الساقطة من الأشجار هي الأغلى ثمنًا، لأنها تستخدم في صناعة الخمور. والحل؟ عندي اقتراح يا سيدي. تحدثي يا سيدة سبإ الأولى. سنربي عددًا كبيرًا من السنانير، القطط، والمعروف أن القط بطبيعته يفترس الفئران ويتغذى عليها وبهذا تحل المشكله يا لك من امراه داهيه تعجبني هذه الفكره الامور تسير وفق الخطه الموضوعه دعني انظر بنفسي يا لها من كائنات مخيفة ها اقصد مثيرة للاشمئزاز القطط تهجم يا مولاي لا زالت تهجم انها تقترب انها تقترب من الهدف رائع عظيم انتصار ولا اجمل هزيمه ساحقه للفئران انه يوم تاريخي في حياه سبأ لقد كان لسبأ في مسكنهم آيه جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. ما أطيب الهواء الليلة يا زوجتي الغالية طريفة. لاول مره اراك تناديني بزوجتي الغاليه ترى لماذا لانها اخر مره اراك فيها يبدو ان حادثا خطيرا سيحدث الى اين تذهب يا مولاي انتظرني لا تتركني وحدي ما افضح صوت الرعد الى اين اذهب لقد ارعدت وابرقت ثم صعقت فأحرقت يا إلهي لقد كان حلما لا بل كان كابوسا فظيعا إنه نزير الشؤم يجب أن أحذر الملك في الحال أمي ماذا جرى؟ مالك هل أنت بخير يا بني؟ بكل تأكيد لماذا تجرين في الحديقة في هذا الوقت المتأخر؟ لقد رأيت كابوسا مفزعا في نومي حدثيني حدثيني عما رأيت رأيت غيما أبرق وأرعد طويلا ثم أصعق ثم وقع على شيء إلا أحرق ثم بعد هذا إلا الغرق هل هذا شعر؟ لقد أضعت وقتي معك أين أبوك؟ أظنه يجلس في آخر الحديقة انتظريني يا أمي سأتي معك عثمان لا أحد يدخل على الملك الآن أمرك يا سيدتي ولا حتى الوزير ولا أي مخلوق السمع والطاعة يا سيدي ما الذي جرى؟ هل جننتما؟ استمع إلي جيدا يا عمر عمر فقط دون ألقاب؟ ليس هذا وقته يا أبي أنصت لما ستقوله أمي بتركيز شديد تكلمي يا طريفة هل الموضوع بهذه الدرجة من السرية؟ لقد رأيت تفضحا وسلحفاة في الحديقة ها ما رأيك الآن؟ رأيي في ماذا؟ لقد أصابك الجنون حلم بصاعقة وضفادع كبيرة تقف على قدميها ماذا أفهم أنا من كل هذا؟ والنور والظلماء والأرض والسماء إن الشجر لتالف وسيعود الماء إلى ما كان في الدهر السالف ومن أخبرك بهذا؟ اخبرتني المناجد بسنين شدائد يقطع فيها الولد والوالد و... وما علامه ذلك تذهب الى السد فاذا رايت فارا يحفر في السد ويقلب برجليه الصخر فاعلم ان المصيبه ستحل بنا ساذهب الى جسم السد لا لشيء الا لاؤكد لك انها تخاريف واضغاث احلام لقد ماتت الفئران كلها اكلتها القطط منذ زمن ليتني افهم يا مولاي ما السر في تلك الزياره المفاجئه للسد هذا ليس من شانك معذره لن اتكلم ارجو هذا ساصعد الان وحدي الى هذا الجبل هل تريد ان اصحبك يا ابي ابق انت واذا حدث لي مكروه تولى الامر من بعدي احذر ان يتبعني اي واحد من هؤلاء الاغبياء امرك يا ابي الحمد لله كل شيء طبيعي عادت الفئران انه يقلب صخره لا يستطيع ان يحركها خمسون رجلا انها النهايه 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 وقف الملك عمرو بن عامر حائرا لا يدري ماذا يصنع ابي ابي هل انت بخير ابق مكانك يا مالك ساتي اليك لقد اصبنا جميعا بالقلق انت تقف مكانك منذ وقت طويل وتنظر الى اسفل ربما لم انتبه للوقت ماذا رايت باعلى الجبل لا شيء لا شيء يجب ان اجلس مع طريفه لنبحث امرا في غايه الخطوره ولا اريد ان يزعجني احد امرك يا ابي فار يسحب صخره الم اقل لك ان له مخالب وانيابا يا طريفه هذه كلها علامات سيئه خذ هذه الزجاجه وانظر اليها فاذا امتلات بالرمال فاعلم ان النهايه قد اقتربت الرمال ملات الزجاجه فعلا متى تتوقعين هلاك السد خلال سبع سنين اذا علينا ان نعمل بسرعه وجدتها فكره لا تخطر بعقل الشيطان ما هذه الرساله انها دعوه من الملك عمرو بن عامر لوليمه في قصره ولماذا لم يجعل حامل الرساله يبلغك شفاهه انها السفاهه والتبذير انظري الدعوه مكتوبه بماء الذهب صحيح ذهب حقيقي والناس بالالاف يجوعون ويشتكون من الظلم والفساد الن تتوقف ابدا عن ارائك المعارضه سيتغير كل شيء سيحل غضب الله على الظالمين السلام عليك يا ابي ومولاي اجلس يا مالك لا يصح يا ابي ان اجلس وانت قلت اجلس واستمع الي جيدا امرك الليله يجتمع كل الكبراء والساده في سبا لقد دعوت الناس جميعهم وعن قصد لحيله في راسي ايه حيله لا يوجد وقت لاشرح لك هل تثق بي وتوقن انني احبك واعمل ما فيه لصالحك بكل تاكيد يا ابي إذا افعل ما أطلبه منك الآن. عارضني في كل شيء أقوله، ونازعني على الطعام واخطفه من أمامي. فإذا سببتك سبني. كيف؟ افعل ما آمرك به، وإذا ضربتك اضربني بكل قسوة وشراسة. لك مني السمع والطاعة يا أبي. ذهب رجل أقرع ليقص شعره. <applause> <applause> يا لها من مسحة رائعة. بل هي سخيفة كقائلها، سمعناها ألف مرة من قبل. <applause> ظننت الأمير يقصد أقرع آخر غير الأول. أميرك هذا أحمق وثقيل الظل، أقول أحمق وثقيل الظل، وأكلت ما يكفيك اليوم. هذا طبقي، ولن أتنازل عنه. الطعام كثير يا مولاي الامير ذق يا مولاي الملك من هذا اللحم ارجوك لن اكل الا من هذا الصحن وانا لن اسمح لك يا لك من صبي وقح خذ لتتعلم الادب وخذ انت ايضا يا مزيقاء كيف تجرؤ على ضربي واهانتي اتركوني لاذبحه لا لا يا مولاي لا تصل ابدا الى ذبح ابنك الامير مولاي استحلفك برب عيسى ان تكتفي بضربه او عزله ولكن لا تصل الى القتل اخرس اخرس ايها الرجل المخرب لن استرد هيبتي وكرامتي الا اذا قطعت راسه اقطع راسي انا بدلا منه هذا التدليل هو الذي افسده بل انت الفاسد ارجو يا سمو الامير ان تسكت ارايتم اعطوني السكين اتعصوني جميعا تمنعونني من تاديب ولدي اذا ساغادر هذه الارض التي يحال فيها بين الاب وابنه ساهاجر واتركها لكم وداعا يا من كنتم بلادي هل تصدق ما جرى بالامس كنت اظن غضب الملك مؤقت لكنه مصمم على الرحيل وترك البلاد ومن سيحكمنا هذا امر لا يعنيني اسف يا ابي لانني صفعتك لا عليك جمعنا مبلغا عظيما من المال هناك من يعرض شراء خيولنا وجمالنا ايضا لا سنحتاج اليها في الهرب لنضع فوقها كل هذا الذهب متى نرحل يا ابي عندما نبيع باقي الاراضي والقصور لماذا لا تاكل يا ابي ذهني مشغول يا ابنتي عندي اسئله كثيره لا اجد لها اجابه لقد حدثت امور عجيبه بسرعه اربكتني واريد ان اتاملها بهدوء ماذا تقصد؟ الملك عمرو بن عامر يعشق الحكم والسلطة والأرض الخصبة، فما الذي يجعله يترك كل هذا ويهاجر؟ أحس بالإهانة كما رأينا جميعا، وحيل بينه وبين تأديب ولده العاق. هذه حيلة لا تنطلي علي، لقد بدأ الملك والأمير وكأنما اتفقا على هذا التشاجر أمامنا. ولماذا يفعلان ذلك؟ هذا ما لا أفهمه. السد، يجب أن أذهب إلى هناك. ابي ابي اخفض صوتك المفترض انك هجرت هذا القصر خوفا مني ها ماذا تريد اريد ان اكرر اسفي يا ابي لانني صفعتك لا عليك هل حزمتما كل الحقائب والصناديق نعم هذه للطعام وتلك للفاكهه و... قلت الف مره قللوا من المتاع لا نريد ان نسير في قافله من الف جمل ويرانا كل اهل سبا هل نترك الطعام زادنا في الرحله معنا من الذهب ما يشتري كل شيء قللوا من المتاع وتسللوا في هدوء امرك يا ابي هيا هيا يا امي ساحن الى تلك الارض الطيبه ليس هذا وقت المشاعر حني اليها فيما بعد هيا هيا لدينا اعمال كثيره يا حضره الوزير لحظات ويمضي كل منا الى حال سبيله ما الذي ينبغي علينا ملاحظته ها هو انظرا انه مجرد فار اين ذهبت القطط انه ليس فارا واحدا بل جيشا من الفئران انظرا الفار يقلب صخره بل ويقضمها باسنانه انها فئران مفترسه كالاسود وقد تؤذي البعض. ليس هذا هو الخطر. المشكلة أنها تقرض الصخور أسفل سد مأرب. هل تظن أن الماء قد يتسرب؟ ليتك لم تسأل. أغيثونا! أغيثونا! هيّا، اذهبي بعيداً عن قصري. إنه قصري أنا أيضاً. لقد اشتريناه معاً. أنا التي أحمل مفتاح القصر. الملك عمرو بن عامر باعه لنا معاً. أثبتي ذلك. كيف أثبت وقد رحل الملك؟ إذاً ارحلي أنت أيضاً قبل أن آمر الحراس بطردك. الماء انهار السد. إلى أين نهرب؟ النجدة. النجدة فأغرب النجدة النجدة فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي اكل خمط واثل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي الا الكفور وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث... فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور ولقد صدق عليهم ابليس ظنه فاتبعوه الا فريقا من المؤمنين وما كان له عليهم من سلطان الا لنعلم من يؤمن بالاخره ممن هو منها في شك وربك على كل شيء حفيظ في بيت من بيوت بني اسرائيل لكنه عامر بالقلوب الطيبه المؤمنه عاش الرجل الصالح عمران بن اثام مع زوجته حناء لو ان الله يرزقني بمولود ساهبه لخدمه المحراب وطاعه الله اللهم فاشهد إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم حمدا لله على سلامتك يا أختي الحبيبة أدعو الله أن يرزقك أنت أيضا بالذرية الصالحة يا إليسابات آمين يا رب كنت قد نظرت ما في بطني لله تعالى قبل أن أعرف أن المولود أنثى. ما هذا التفكير العجيب؟ إننا أمام الله سواء ولكن الذكور لهم القوامة وهم الأقوى في الحروب والشدائد لا ندري أين يكمن الخير ربما تكون هذه الطفلة الهادئة فيها الخير لك وللدنيا كلها أفكر أن أسميها مريم مريم اسم جميل فلما وضعتها قالت رب اني وضعتها انثى والله اعلم بما وضعت وليس الذكر كالانثى واني سميتها مريم واني اعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم أيها القوم، لقد أنجبت السيدة حنا مولودتها مريم، وإني أرشح نفسي لكفالة الطفلة بعد موت أبيها، السيد عمران كبيرنا. ولماذا لا أفوز أنا بهذا الشرف؟ أنا أكثركم ثراء، والأحق بكفالة الطفلة مريم. وتحدث نبي الله زكريا: فغالبا سيحوز كفالة مريم، فهو زوج خالتها. والأقرب لها نسبا حسنا حسنا لنستهم بالأسهم ومن يفوز يكفل مريم ها هي الأسهم أدرها جيدا في الجعبة يا رجل ها زكريا أها هل قلنا سنقترع مرة واحدة أم ثلاث مرات لم نحدد إذا هي ثلاث مرات ولكنني لا أطمئن لهذه الجعبة لنذهب الى النهر افضل ساقذف الاسهم الخشبيه في الماء والسهم الذي يسير عكس التيار يكون صاحبه الفائز زكريا مرة أخرى؟ هل قلنا الذي يسير مع التيار أم عكس التيار أظننا قلنا الذي يسير مع التيار بالضرورة أن يتقوا الله ولا يلجأوا إلى تلك الحيل سنعيد الاقتراع يا زكريا للمرة الثالثة والأخيرة هذه المرة نقولها بوضوح السهم الذي يسير مع التيار يكون صاحبه هو الفائز نعم هذا في مصلحتنا. لا مفر من اعلان الهزيمة، يكفل هو مريم، ونوفر نحن في النفقات. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك. وما كنت لديهم اذ يلقون اقلامهم ايهم يكفل مريم وما كنت لديهم اذ يختصمون كلما جئت لزيارتك وجدتك في صلاتك يا مريم هذا من فضل الله ما هذه الفاكهه العجيبه لا ادري نحن في موسم الشتاء والثلج يملا اسطح المنازل نعم سمعت صوت سقوطه قبل أن أبدأ في الصلاة. ما أسأل عنه من أين جاءت فاكهة الصيف إلى هنا؟ لا أدري حقاً يا خالتي، هو رزق وهبه الله لنا، كلي هنيئاً مريئاً. يا لها من فاكهة لذيذة لم أذق في حياتي مثلها. أرجوك احملي ما تبقى لنبي الله زكريا عليه السلام. سأترك شيئاً من الطعام إذاً. الحمد لله. لا اشعر بالجوع مطلقا انت لا تاكلين شيئا يا مريم ومع هذا اشعر بالشبع حدثني زوجي عن تلك الفاكهه من قبل واليوم اراها بعيني واذوقها ايضا انت مباركه يا مريم لا تبالغي يا خالتي انما انا امه من اماء الله ارجو رحمته ادعي لي ان يرزقني ربي من فضله وما قيمه دعائي بعد ان دعا لك نبي من انبياء الله وهو السيد زكريا عليه السلام اعلم ولكني اطمع ايضا في دعائك لي اللهم احسن وقوفنا بين يديك والهمنا ان ندعو بما فيه الخير فضلا عن تقواها وخلقها العظيم تمنى على الله ان ينجب ودعا ربه ودعوه الانبياء حق هذا اجمل خبر سمعته يا خالتي أنا نفسي لا أصدق يا مريم كيف تلد عجوز مثلي. ليس بعيداً على الله الكريم. كلي، أنت الآن بحاجة إلى الغذاء. لم تعد لي أمنية في هذه الدنيا إلا أن أفرح بك يا مريم وأحمل أولادك. هذا أمر لا أفكر فيه أبداً. لقد نظرت نفسي لعبادة الله الواحد الأحد. أعرف ولكني تمنيت أن أرى لك وليداً. كلميني عن مولودك أنت يا خالتي، هل فكرتما في تسميته؟ يحيى هكذا سماه الله. الله هو الذي اختار له الاسم. نعم، أوحى به إلى نبي الله زكريا. يحيى لم يطلق هذا الاسم على أحد. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم انى لك هذا قالت هو من عند الله ان الله يرزق من يشاء بغير حساب هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذريه طيبه انك سميع الدعاء كانت السيده مريم وحدها في المحراب عندما تجلى لها الروح الامين جبريل عليه السلام في صوره كائن بشري ما هذا من انت طمأنها الملك الكريم بقوله: إنما أنا رسول ربك، جئت بأمره لأبشرك بغلام زكي. غلام؟ كيف يكون لي غلام وأنا لم يمسسني بشر؟ قال الملك الكريم: هكذا قضت مشيئة الله تعالى، سيكون هذا الغلام بإذن الله آية للناس ورحمة من الله، ونفخ الملك الكريم نفخة قوية ثم مضى في هدوء أين الذي يكلمني؟ لم يسكن لي حتى اسمه كيف مضى والباب مغلق؟ يا ربي يا ربي أعني على ما قدرته لي واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فارسلنا اليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت اني اعوذ بالرحمن منك ان كنت تقيا قال انما انا رسول ربك لاهب لك غلاما زكيا قالت انا يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم اك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. مريم ماذا جرى؟ لم تزوريني منذ وقت طويل. خالتي أهلا بك. هل أنت بخير؟ الحمد لله على كل حال. له الحمد في السراء والضراء، ولكن صوتك ينبئني عن شيء خطير. ماذا تعنين؟ هل تخفين أمرا عني؟ ليته كان بمقدوري أن أتحدث افتحي قلبك يا مريم وكوني واثقة بالله صدقيني لا أدري هل يصح لي أن أتحدث أم لا؟ فهمت أنت فتاة مباركة ومن يكن مثلك مع الله لا يخشى شيئا من أمور الدنيا كنت واثقة أن هناك أمرا خطيرا يا مريم المهم الآن يا خالتي ماذا أفعل؟ وماذا بوسعك أن تفعلي؟ هذا أمر من الله عز وجل، وهو اختيار فيه مجد وتشريف. وهل يفهم الناس من حولنا تلك المعاني السامية؟ ومنذ متى يا مريم تشغلين نفسك بما يقوله الناس؟ كنت لا أشغل بالي به في أموري الخاصة، عباداتي وخلوتي مع الله. أما الآن فالأمر يختلف. كيف؟ انجابي لطفل دون زواج مساله تتعلق بسمعه امي وابي رحمهما الله وتتعلق ايضا بسمعه نبي الله زكريا الذي يكفلني لا تعذبي نفسك يا مريم يكفي ان تكوني طاهره عند رب العالمين يعلم الله اني لا اخشى على نفسي وانما اخاف على الوديعه في احشائي ربما يحاولون ايذاءه هل بدات تشعرين به نعم هو احساس عجيب مزيج من الحنان والخوف ومزيج من الانس والرهبه ترى ماذا يكون شانه وما ادراك انه صبي ربما تكون فتاه طيبه كامها لا انه غلام اخبرني الملك الكريم بذلك اه يا ربي ماذا افعل الان واين اذهب ليتني مت قبل هذا ونسيني الناس ووضعت العذراء مريم وليدها المسيح عيسى عليه السلام ما اجملك يا بني وما اشقاني فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فاجاءها المخاض الى جذع النخله قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا تكلم المولود في مهده؟ قال لها انظري إلى أسفل منك ستجدين جدولا صغيرا من الماء اشربي يا أمي هنيئا مريئا الحمد لله الذي سقاني ثم عاد يقول هز إليك هذه النخلة ستسقط عليك حبات من التمر الناضج كلي بالهناء والشفاء الله ما أجمل مذاقها. قال لها عيسى عليه السلام: أريدك أن تسعدي ولا تشغلي بالك ولا تحملي هما يا أمي. كيف لا أشغل بالي يا حبيبي؟ إن إنجابي لك في نظر قوم، آه لا أدري ماذا أقول. قال عيسى عليه السلام: لا تقولي شيئا. كيف؟ وبماذا أفسر لهم الأمر؟ قال عيسى عليه السلام: إذا رأيت أحدا من الناس فاصمتي وقولي إنك نذرت صوما لله ولا تكلمي أحدا واترك الأمر لي يا حبيبي إنك تتحدث وكأنك رجل يرعى شأني اللهم لك الحمد في كل الأمور فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سرياً وهزي اليك بجذع النخله تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فاما ترين من البشر احدا فقولي اني نذرت للرحمن صوما فلن اكلم اليوم انسيا وعادت السيدة مريم العذراء تحمل وليدها إلى المحراب وهي مطمئنة إلى قضاء الله وإلى صحبة ذلك المولود الطاهر انظري يا آروبا أليست هذه مريم الناسكة؟ نعم ما ستحمل بين يديها؟ أظنه طفلا رضيعا ربما هو يحيى بن زكريا وإلى سبات لا لا لقد كبر يحيى وصار يمشي وحده رايته منذ ساعه مع امه في السوق مم. من يكون الطفل الرضيع لا ادري ان مريم تعتزل الناس جميعا فمن اين تاتي بطفل لا تصدقي كل الظواهر يا ادال من يدري ارى ان تكتمي الامر ولا نخبر به احدا من الناس بالطبع إنها سمعة فتاة عزراء سنتكتم الأمر ولا شك إذا أنت لا تنكرين أنه ابنك لماذا أنت صامتة؟ قلت لكم من قبل أنها نذرت صوما لله فلن تكلم إنسانا صوم؟ وهل تصوم الخاطئة؟ <applause> أصمتي وإياك أن تزيدي حرفا واحدا في حق مريم لم نأتِ هنا لنستمع إلى حديث النساء يا مريم، لقد فعلتِ منكراً عظيماً. ما كان أبوك رجل سوء وما كانت أمك يوماً من البغايا، كيف تفسرين لنا ما حدث؟ ماذا؟ هل تسخرين منا؟ كيف نكلم طفلاً ما زال في مهده؟ أجابهم المولود عيسى عليه السلام: إني عبد الله. اتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا اينما كنت واوصاني بالصلاه والزكاه ما دمت حيا المولود يتكلم انه افصحنا لسانا ونظر النبي الكريم لامه مريم وقال وجعلني الله برا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم اموت ويوم ابعث حيا اظن الامر واضحا لا داعي لبقائنا اسمحي لنا ايتها المراه الصالحه الحمد لله تعالى فاتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا اخت هارون ما كان ابوك امرا سوء وما كانت امك بغيا فاشارت اليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال اني عبد الله اتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا اينما كنت واوصاني بالصلاه والزكاه ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم اموت ويوم ابعث حيا ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله ان يتخذ من ولد سبحانه اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون وان الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم في ذلك الزمن القديم كان هناك قوم يعملون برعي الغنم وتربيتها <applause> هيا هيا تحركي أيتها الخراف الكسولة إنها متعبة من السير طوال اليوم وهي جائعة وعطشة أيضا يا أبي كلنا جائعون يا باشور ولكن علينا أن نعبر هذه الصحراء أولا أبوك على حق عندما نصل إلى أرض بها زرع وظل سنرتاح وسنأكل جميعا حسرون حسرون طابت العناقيد في الكرم هل نأمر الفتيات بجمعها؟ لا بل ننتظر الغد حتى ينضج العنب أكثر ويزيد الحلاوة وعندها نبيعه بثمن أكثر بالطبع سأركب الحمار وأتفقد الكرم كله أولا. لم تقل لي يا سيد محراك، في أي أرض تنصحني أن أخيم هذه الليلة؟ هناك أرض خالية، لا يملكها أحد، بجوار كرم العنب، هل هي أرض مستوية؟ نستطيع أن ننصب فيها الخيام، بكل تأكيد. وهل هذه الأرض آمنة أم يمكن أن تهاجمنا الذئاب؟ كيف تصل الذئاب إلى وسط المراعي؟ أشكرك يا سيدي آه إنني فعلا أطوق للنوم بعد رحلتي الطويلة ما هذه الرائحة الكريهة؟ إنهم أغراب صاحبوا خرافهم إلى الأرض الخالية المجاورة لنا آه ليكن هيا إلى النوم لنستيقظ مبكرين آه أنا أيضا أشعر بالرغبة في النوم ألن تقيد الأغنام قبل النوم؟ هل ستطير الخراف في الليل؟ أم ستقرر العودة إلى الصحراء؟ حسناً هذا يوفر علي الوقت فأنام مسرعة وفي الغد إن شاء الله نذهب للسوق ونبيع حليب الخراف أليس كذلك يا أبي طال؟ لن يسمعك يا أمي لقد راح في النوم ومن الأفضل أن ننام نحن أيضاً وذهب الجميع في سبات عميق ولم يبق مستيقظا إلا الخراف المسكينة الجائعة التي وجدت الكرم أمامها يدعوها إلى سد جوعها. آه آه يا له من يوم جميل. لا 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 آه ما هذا بالتأكيد هذا كابوس. انها حقيقه افزع من الكوابيس اه ضاع تعب العام كله يا ويلتاه يا ويلتاه ساقتل من فعل هذا بحديقتي انها الخراف اثار العنب بادئه على افواهها اين اصحاب الغنم ما هذه الضوضاء الا تراعون شعور جيرانكم انظر يا ابي ماذا فعلت الغنم بالكرم يا للكارثه هل انت صاحب الغنم للاسف نعم لن تفلت من يدي ارجوك ان تهدأ يا سيد حصرون كيف اهدأ وقد دمروا ارضي وتجارتي قد اصبحت مفلسا بسببهم انني اقدر ظروفك يا سيدي ولكنها مجرد أغنام لا عقل لها أنت صاحبها ويجب التعويض عن الكرم معي قطعتان من الفضة إن أردنا تساوي ألف قطعة من الفضة لا قطعتين لكن هذه مبالغة أنتم لصوص اهدأوا أيها الناس ولتذهبوا إلى نبي الله داود ليحكم بينكم إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا جمع نبي الله داود الشاكي والمشكو في حقه واستمع لهما يا نبي الله داود إن لي كرما أزرعه منذ سنين وقد جاء هذا الرجل بغنمه فأفسد زراعتي كلها يا نبي الله داود إن الخراف حيوانات لا تعقل وقد أكلت المحصول دون علمي سأله نبي الله داود أين كان عندما أكلت الخراف محصول جاره في الحقيقة كنت نائما استبد بي التعب فنمت وهل من العدل يا سيدي يا نبي الله ان ينام الرجل تاركا غنمه تسرق حرث الاخرين صدقني يا نبي الله كان الامر خارجا عن ارادتي لم اقصد الايذاء ولكني تضررت بسببك وبارت ارضي فمن اين اكل واشرب للاسف ليس عندي مال اعوضك به رد عني الظلم يا نبي الله وبعد ان استمع نبي الله داود للطرفين واعطاهما الفرصه حكم بأن يأخذ صاحب الأرض غنم جاره ويملكها عوضا عن أرضه يحيى العدل لقد أنصفنا نبي الله داود يا للمصيبة وكيف سنعيش؟ لقد أخطأنا يا أمي وعلينا أن ندفع ثمن الخطأ أخذ صاحب الكرم الأغنام التي حكم له بها نبي الله داود ومضى ليرعاها ماذا بك يا رجل؟ ألست راضيا عن حكم نبي الله داود؟ بل راض كل الرضا ولكن ما المشكلة؟ أجبني إننا لم نتعود رعاية الأغنام ولا خبرة لنا بهذا الأمر كنت أظنك ستسعد يا حسرون بهذا التعويض الكبير يا ويلتنا يا ويلتنا لقد ضاع تعب العمر في طرفة عين ليتنا لم ننم ونترك الغنم تأكل زرع الجيران هل من العدل أن نفقد رأس مالنا وتجارتنا بسبب خطأ ارتكبته الأغنام؟ نحن الذين نرعى الأغنام، وكان ينبغي علينا أن ننتبه له. ولكن يا أبي، العقاب أكبر من الخطأ. لا تضيعوا الوقت في حديث فارغ. فكروا ماذا سنفعل الآن؟ ليس أمامنا إلا أن نبحث عن العمل. السلام عليك يا أبي طال. أهلاً بك سيدي. ماذا تفعل هنا لقد سمع نبي الله سليمان القصه مني وهو يريدك في الحال هيا يا زوجتي لقد تاخرنا عن استدعاء نبي الله سليمان لنا لحظه واحده هذه الشاه عاصيه على الحلب بل انت التي لا تحسين هذا العمل هيا والا تركتك حسنا حسنا ساتي معك لست افهم لماذا يريدنا نبي الله سليمان؟ ألم يحكم أبوه في قضيتنا وانتهى الأمر؟ لقد استأذن أباها في إعادة المحاكمة وسيكون هو القاضي هذه المرة. نحن نحكم بالعادات والتقاليد، أما أنبياء الله فيوحى إليهم ولا يصح أن نجعل عادات البشر حاكمة على تصرفات الأنبياء. لا أفهم شيئا من حديثك. ولن تفهمي مهما شرحت، أسرعي في السير وأنت صامتة. هذا ما جرى بالضبط يا نبي الله سليمان نعم ابي طالب قال الحقيقه كلها وليس عندي ما اضيفه يا سيدي استمع نبي الله سليمان للطرفين بحرص وعنايه ثم حكم ان ياخذ صاحب الكرم الاغنام ليستفيد منها الى ان يصلح الراعي له ارضه وزرعه ثم تعود الغنم الى صاحبها مره اخرى يا حي العدل اصبح الامر هينا سانتظر سأنتظر حتى تعود الأرض إلى حالها وعندها لن تكون لي حاجة بأغنامك فأردها لك الكل راض إذا بفضل الله وحكمة نبيه سليمان عليه السلام وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا اتينا حكما وعلما وسخرنا مع داوود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين. ماذا افعل الان؟ يجب ان ارد ما علي من دين، ولكن لا توجد سفينه واحده تخاطر بالسفر. أوه ما هذا الجزع الضخم؟ آه، فكرة لا بأس بها. آه، عظيم. آه، هكذا؟ آه، بقي الآن أن أكتب رسالة. يسلم هذا المال، وهو ألف دينار من الذهب. الى سيد اريال من بني اسرائيل القاتم في الجنوب من اطراف المدينه وفاء لدين قديم يرام والان احتاج ان احكم اغلاق الخشبه نعم مم. مم. رائع آه. آه. اللهم اني استودعتك ديني فرده عني يا رب. وألقى الخشبة في البحر وسط العاصفة. عامت الخشبة في الماء وسط الامواج العالية، وبداخلها الألف دينار، والرسالة التي تبين عنوان الدائن صاحب الماء. ماذا تقول؟ ألقيت ألف دينار في البحر؟ لم ألقها في البحر يا زوجتي. بل وضعتها في داخل خشبة وأحكمت غلقها وما الفرق؟ أتظن الخشبة تصل إلى الدائن وتطرق بابه؟ لم يكن أمامي طريقة أخرى لأرد الدين في موعده وهل ضميرك مرتاح لما فعلت؟ لا أدري والله يا أبرشة هل أحسنت التوكل على الله أم تصرفت بحمق وتسرع هل تريد رأيي؟ بالطبع أنت لم ترد المال بعد وعليك ان تجتهد لتجمعه مره اخرى وتعطي الرجل ماله في يده مثلما فعل معك صحيح ولكني في كل الاحوال ساكون متاخرا عن موعدي ومقصرا في حق الرجل الذي اكرمني فليسامحني الله إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا يا له من طقس بارد انها الرياح القادمه من الشمال لقد سلفت مالي بارادتي لرجل اظنه صادق بالطبع ربما منعه من رد المال عارض ما او مصيبه ربما ساذهب الى شاطئ البحر ربما اجد سفينه قد عادت او رسول ياتيني منه بخبر لا تنسى ان تحتطب حتى نشعل النار في الليل البارد سافعل سافعل ان شاء الله الصوف الذي اشتريناه من هنا من نوع جديد. لقد أتممت عمل اليوم بحمد الله. وأنا بعت كل ما أعطيتني إياه من عباءات النساء. مم، كم جمعنا من المال؟ أكثر من خمسمائة دينار. آه، ما زال أمامنا عمل طويل. اطمئن، عشرات النساء يردن شراء المزيد من العباءات، ولكن زيدها بالنقوش والألوان. المهم أن نكمل الألف دينار بدلا من التي ضاعت في البحر نعم ونرتاح من هم هذا الدين كيف حالك يا سيد أريال؟ بخير والحمد لله أتتصور حقا أن يرام سوف يعود لك بالنقود؟ نعم أظنه يتحلى بالشرف والأمان <applause> يا لك من مسكين الشرف والأمانة لم يعودا موجودين من بعد سيدنا موسى واخيه هارون غير صحيح الاخلاق الطيبه موجوده في كل العصور والازمان تفاءل بالخير يا رجل هذه نصيحتي لك يبدو ان الرجل على حق فلا توجد سفينه تقدر على الابحار في هذه العاصفه الحمد لله جمعنا الف دينار واكثر وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى هيا نلحق بتلك السفينة أهلا يا سيد يرام تفضل بالركوب أنت مرة ثانية يا سيد إليشع؟ هل أنت ذاهب إلى الجنوب؟ نعم، أين بضاعتكم الثقيلة؟ بعتها عن آخرها، ولن أعطيك إلا أجر راكبين اثنين. أعرف سبب لهفتك إلى العودة. وما هو؟ أن ترد ما عليك من دين إلى صاحبه. نعم، كل ما أرجوه أن أجده على قيد الحياة، ولم يصبه الضرر بتأخري عليه. سامحني يا سيد أريال أسامحك على أي شيء والله لقد اجتهدت في البحث عن مركب لآتيك بمالك فما وجدت مركبا قبل الذي أتيت فيه مالي. لكنك أعدته لي بالفعل كيف؟ لقد رده الله عنك إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا آه. لا افهم ماذا تقول ساحكي لك كل شيء كنت ذاهبا الى شاطئ البحر انتظر سفينه تاتي بك او برسول منك اما انا فانصحك الا تبقى طويلا في هذا الجو البارد حتى لا تصاب بنزله برد <applause> يبدو ان الرجل على حق فلا توجد سفينه تقدر على الابحار في هذه العاصفه ولكن ما هذا؟ ما هذه الخشبة العائمة؟ آه، إنها ما أحتاجُهُ لإشعالِ النار. لقدْ وفّرتْ عليَّ الاحتِطاب. خشبةٌ رائعةٌ، سأشعلُ النارَ حتى تقطِّعُها. انتظري يا حُفيرة. ما هذا؟ يا الله واحد اثنان ثلاثة أربعة انتظري انتظري حتى أقرأ الرسالة التي مع الدنانير وفاء لدين قديم يا رام ها؟ ماذا في الرسالة؟ لماذا تبكي يا زوجي؟ ماذا تقرأ؟ إنها دنانير الألف يعيدها إلي من اقترضها عبر البحر خذي خذي واقرأي بنفسك لقد أدى الله عنك دينك يا للعجب وصلت إليك الخشبة عبر البحر تفضل هذا المال أيضا لك لا أمسك عليك هذه الألف فهي حقك وقد وصلني مالي والحمد لله ما أكرمك يا الله لقد وثقنا بالله وأحسننا التوكل عليه فأكرمنا نحن الاثنين ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا ماء هل هذا سراب لا انه الماء النهر يا سيدي النهر توقفوا مكانكم اياكم ان تشربوا من هذا النهر الماء عذب ونظيف ونحن نكاد نموت من الظما اسمعوا اوامري انا القائد لا تشربوا ان هذا النهر ابتلاء من الله لكم من شرب منه فليس مني ومن اطاعني فهو مني اسمح لكم فقط باغتراف جرعه واحده قلت غرفه واحده باليد توقف عن الشرب كيف نتوقف الماء لذيذ لن امس الماء ما دامت هذه اوامر الملك سامحني يا سيدي لا استطيع المقاومه هل انتهيتم حتى نواصل التحرك الان الملك يشير لنا ايها الجنود توقفوا. كل من شرب من النهر يتجه إلى جهة اليسار والباقون إلى جهة اليمين. أنت شربت من النهر، رأيتك بعيني، اذهب مع من شربوا. أنا مساعدك وذراعك الأيمن يا مولاي. أوامري واضحة، اذهب مع من شربوا. لا تخف، لا يمكن أن يوقع العقاب بكل هذا العدد. أنتم مفصولون من الجيش، عودوا من حيث أتيتم. هيا يا جنودي لنواصل السير. ليتني قاومت الماء وأطعت الملك طالوت. إنه أحمق. كيف يطلب من الجنود أن يمتنعوا من شرب الماء في صحراء حارقة؟ لا تسبه يا رجل، ربما لديه حكمة ما. لماذا تنحاز له بعد أن طردك من خدمته؟ أعرف سيدي طالوت جيدا منذ أن كان دباغاً للجلود وراعياً للغنم. هو رجل حكيم وعالم ببواطن الأمور. السلام على الملك جالوت العظيم. أهلا بك يا عمروس. لماذا تركت مكانك في جيش طالوت؟ جئتك بصيد ثمين. عندي خبر مهم. تحدث. صحبنا الملك أياما في الصحراء المحرقة دون ماء. وعندما توقفنا أمام نهر. امرنا الا نشرب ثم قام بطرد كل الجنود الذين شربوا يا له من قائد قوي وكم بقي من رجاله الصامدين كنا في البدايه ثمانين الف جندي شرب من النهر اكثر من سته وسبعين الفا الباقي عددهم قليل لكنهم اشداء مخلصون قادرون على مقاومه اغراء الظما عندي معلومات اخرى عن الملك طالوت نفسه قل ما عندك بالرغم من ذكائه وقوه جسمه وعلمه الغزير الا انه ليس محاربا كيف هذا كان يعمل راعيا ودباغا للجلود ولم يتعلم ابدا المبارزه او فنون القتال قائد جيش يبارز بعقله ولا يحسن استخدام يديه هذه معلومه مهمه اين مكافاتي يا سيدي ساعطيك وزنك من الذهب الى اين نسير يا مولاي انتظروا ناولني رمحك ايها الطاهي ابلغ الجنود بان يرتاحوا قليلا امرك يا مولاي ايها الجنود فتره من الراحه معذره يا مولاي لماذا غرست رمحك في الارض لاراقب اتجاه الظل اذا نستطيع ان نحدد مكان معسكر العماليق والملك جالوت نعم سنصل اليهم باذن الله فجر الغد ايها الجنود يا جيش العماليق هذه فرصتكم للقضاء على عدوكم الحرب الحرب اذا هزمناهم لن تقوم لهم قائمه من يقتل جندي سأعطيه ارضه وماله وازيده الضعف. الحرب الحرب. نحن على مشارف ارض العماليق. اياكم ان ترهبوا اعداءكم والا انهزمتم قبل ان تبداوا القتال. النصر لنا النصر لنا. سنعسكر الليله هنا ونبدا الهجوم مع اول ضوء للنهار. صلوا لله الواحد الذي ارسل الينا انبياءه ابراهيم ويعقوب وموسى وهارون. اعد لنا طعاما خفيفا على المعده يهضمه الجند قبل ان يبداوا في القتال انظر يا مولاي الى عددهم القليل <applause> ستكون المعركه اسهل مما توقعت اثبتوا ايها الجند واعلموا انكم تقاتلون في سبيل الله وتدافعون عن ارضكم ونسائكم واطفالكم وكرامتكم في الحياه عددهم كبير انهم يحجبون قرص الشمس لكنهم لن يحجبوا ضوءها، إننا أصحاب الحق، وسننتصر بإذن الله. كيف؟ ألا ترى العدد أمامك؟ لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله؟ والله مع الصابرين فلما فصل طالوت بالجنود قال ان الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فانه مني الا من اغترف غرفه بيده فشربوا منه الا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين امنوا معه قالوا لا طاقه لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون انهم ملاق الله كم من فئه قليله غلبت فئه كثيره باذن الله والله مع الصابرين سيدي الملك جالوت هذه فرصتنا لتامر بالهجوم ونحطم افواههم اخشى ان ينجو طالوت في المعركه انه رمز قوتهم هل ترى قوه في هذا العدد القليل نعم يا عمروس وماذا ترى يا مولاي ساحدث طالوت اولا ان ملكهم جالوت يقترب وحده ربما يريد حقن الدماء وتسليم الارض دون قتال لا اظنه يفكر بهذه الطريقه ولكن تقاليد الحرب تقتضي ان اتقدم انا ايضا واعرف ماذا يريد انت طالوت راعي الغنم نعم انا الرجل البسيط الذي اختاره الله ملكا ليعيد به الحق الى اهله تحسن الكلام فهل تحسن القتال ايضا لن تستفزني باسلوبك هذا فتجبرني على قرار لم اتخذه بعد الا تريد مبارزتي والزهو بانك قاتلي لم ات هنا لازهو ولا لاتفاخر لماذا جئت الى المعركه اذا حتى تعود الارض الى اصحابها فيعم السلام بين الناس ان كنت تريد السلام فعلا فلدي عرض قد يروق لك تكلم اني منصت بارزني او تخير من رجالك اقوى فارس ليبارزني فاذا قتلته تكون اراضيكم لي واصبح انا وحدي الملك هنا واذا هزمت يا جالوت <applause> هذا افتراض عجيب ولكن اذا حدث ذلك يكون ملكي كله لك يا راعي الغنم وتعود الارض الى اصحابها ما قولك موافق يفعل الله ما يشاء حتى ياتي من يبارزني اني منتظره في اي وقت <applause> لا ادري يا مولاي ماذا اقول ان مبارزه جالوت مغامره خطيره ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ولكنها مغامره تستحق المنتصر فيها سيغنم الكثير ابلغ الجنود جميعهم ان من يتقدم لمبارزه جالوت وينجح في قتله سيقتسم الملك معي وسيتزوج ابنتي ويكون هو الملك من بعدي امرك يا سيدي السمع والطاعه للملك طالوت ماذا بك اخيرا يا مولاي تقدم واحد من الفرسان لمواجهه الملك جالوت حسنا ادخله في الحال ولكن يا مولاي ماذا هو ليس فارسا بالمعنى الصريح اقصد أ... تكلم ماذا تريد ان تقول هو صبي في السادسه عشره من عمره نحيل الجسد ويعمل في الرعي مع اخوته اسمه داوود يا سيدي لا باس من مقابلته كنت انا ايضا راعيا للغنم لم اولد على راس هذا التاج سادخله في الحال يا سيدي تفضل ايها الشاب يا له من وجه طيب يشع بنور الايمان انني اشفق عليك يا بني من القتال قال داود عليه السلام لا مفر من قضاء الله صدقت يا بني اذا تعال لاعطيك سيفي ودرعي لماذا لا تمد يدك ما هذا الذي تشير به الي قال النبي داود عليه السلام انه مقلاع أستخدمه في الصيد وسيكون سلاحي بإذن الله هذه ساعة الحزم أين هذا الفارس؟ لماذا لم يأتي؟ <applause> ويحك من أنت؟ قال النبي الكريم أنا داود أنت إنسان ضعيف ومسكين إني أرحمك فارجع وليتقدم إلي غيرك من الملوك والفرسان أين طالوت؟ قال داود عليه السلام انا الذي اقتلك باذن الله يا لك من صبي مغرور قلت لك ارجع قال داود عليه السلام لن ارجع حتى اقتلك ساريك الان الى من تتحدث اخرج النبي داود حجرا من مخلاته ودعا ربه ثم رماه فوقع الحجر في راس جالوت حتى دخل في جوفه وقتله فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين إلى جالوت النصر لنا إلى المعركة إلى المعركة. الحمد لله الذي نصرنا، وأعاد لنا أرضنا، وخلصنا من جالوت الظالم. المكافأة، المكافأة. انتظروا، يجب أن أتأكد أولاً من صدق كلامكم. نقول الصدق، نقول الصدق. نقول الصدق، نقول الصدق. لن أعطي نصف ملكي إلا لمن يأتني برأس جالوت. مولاي. حضر الفارس داود ما هذه المخلاة؟ رأس الملك جالوت يا مولاي. قتله داود ذلك الفارس النبيل. أنت من يستحق أن يخلفني ويعدل بين الناس. يشرفني يا بني أن أزوجك ابنتي وأقاسمك عرشي. اعلنوا الأخبار الطيبة في كل أنحاء البلاد تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق. وانك لمن المرسلين